أنتم الآن في نشرة الموجز. أيدت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء 23 مايو الجاري الحكم الابتدائي الصادر في حق الفوج الأول من الأساتذة المنتمون إلى تنسيقية المفروض عليهم التعاقد على خلفية احتجاجات سابقة نفذها بالعاصمة الرباط. وأكدت المحكمة الحكم بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة وثلاثة أشهر سجنا نافذا في حق الأستاذة نزهة مجدي. وتوبع الأساتذة بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، في حين تمت إضافة تهمة إهانة هيئة منظمة للأستاذة نزهة مجدي. على هامش مؤازرتهم للدكتور أعرب بعسو القيادي في جماعة العدل والإحصان المتابع من أجل تهمة ثقيلة، عبر العشرات من المحتجين من حقوقيين وقياديين في الجماعة الذين اصطفوا أمام محكمة الاستئناف بمكناس عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب وفي مقدمتهم النقيب محمد زيان سجين الكلمة، كما رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والكف عن مضايقة الأصوات الحرة، وكانت فرصة كذلك للتعبير عن السياسة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية المحتقنة التي تعيشها البلاد. وكانت الجماعة قد عبرت في بلاغ أمس الاثنين مطالبتها بإطلاق سراح عضوها المعتقل محمد بعسو منذ 31 أكتوبر 2022، مؤكدة أن ملفه مفبرك والغاية منه ضرب الجماعة الصامدة لأكثر من 40 سنة. كما أشارت إلى أن متابعته من أجل تهمة الاتجار في البشر متابعة سياسية صرفة، معتبرة أن سير الملف وما صاحبه من محاولات للتشويه يؤكد أن المستهدف الأول هو جماعة العدل والإحسان، ومعها ومن خلالها كل من تجرأ على قول لا للفساد والاستبداد، لا للصوت الواحد، لا لطمس حرية التعبير والرأي والتجمع والانتماء وغيرها من الحقوق التي ما فتئ المسؤولون يتغنون بها كذبا في الداخل والخارج. وطالبت الجماعة بوضع حد لهذه الخروقات المتكررة، معتبرة أن المغاربة في حاجة إلى توجيه الجهود وجمعها للتخفيف من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية التي تزداد تفاقما يوما بعد آخر، وليس إلى مسرحية متجددة في حق المعارضين. عبرت مراسلون بلا حدود عن إدانتها لما أسمته بالإجراءات الانتقامية التي تطال الصحفي توفيق بوعشرين داخل السجن، مشددة على ضرورة تلقيه العلاج الطبي اللازم. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في منشور بموقعها الرسمي إنه رغم تدهور الحالة الصحية لبوعشرين، زادت إدارة السجن من ضغوطها على الصحفي المحكوم عليه استئنافيا بالسجن لمدة 15 سنة. وأشارت إلى أن عائلة توفيق بوعشرين أبلغتها بأنها نشدت المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 18 مايو الجاري من أجل التدخل في قضية الصحفي القابع خلف القضبان، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها على الاتصال بجميع المنظمات والهيئات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية لإبلاغها بأن إدارة السجن تمارس التعذيب النفسي بشكل متعمد في حق بوعشرين وتتمادى في حرمانه من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقانون. وتابعت نحن نشارك عائلة توفيق بوعشرين مخاوفها في ظل العقوبة التي تطاله من 3 جهات، فبالإضافة إلى حبسه على خلفية قضايا ملفقة يجد الصحفي نفسه محروما من الرعاية الطبية التي يضمنها له القانون، بينما يواجه محاولة حتيتة للحط من كرامته بإجباره على الخروج مصفد اليدين مع ارتداء اللباس الجنائي. ودعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المغربية إلى ضمان حصول عشرين على ما يحتاجه من رعاية وتوقيف ما يطاله من إجراءات عقابية غير مقبولة. تم بحر الأسبوع المنصرم ترقية القاضي عبدالله القرجي المستشار بغرفة الجنايات الابتدائية بالرباط لتراؤس الجلسة في قضايا الإرهاب. وقام الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالرباط في إطار تعديلة جزئية بتكليف عبدالله القرجي المستشار بنفس المحكمة برئاسة جلسة الجنايات الابتدائية إرهاب، حيث تعتبر محاكم الإرهاب أعلى درجة مقارنة مع باقي المحاكم وأقربها درجة من المحاكم العسكرية.
وعرف القاضي القرجي في قضية طفلة تفلت المعروفة باسم سناء، والتي أصدر خلالها القاضي القرجي بالإضافة إلى الهيئة المكونة من الرئيس أمجيد بن الشيخ والمستشار المختار خيور وممثل النيابة العامة عبد العالي الركلاوي ورئيس كتابة الضبط سعيد الدكالي حكما قضائيا يقضي بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا بحق الجناة المتورطين في التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاد، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471 و488 و485 من القانون الجنائي. وكان الحكم قد أثار ضجة داخل المغرب وخارجه حول مدى نزاهة وشفافية الحكم ومصدريه والذي لا يرقى لطبيعة التهم الموجهة للمتهمين. وبضغط من الشارعي استدركت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي وأدانت الجناة ب30 سنة موزعة على المتهمين الثلاثة والغرامة. لمزيد من الأخبار زوروا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.